بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح اليوم الحلمة، فوائده: مفيدة لمعالجة التسمين الجسم، ولمعالجة النحافة، مفيدة لمعالجة الضعف الجنسي وعسر التبول وعسر التمث وإمساك والإسهال، ولمعالجة البرد والزكام وحالات الصرع، ولمعالجة السعال والربو وأوجاع الصدر، ولمعالجة التهابات اللوزتين، ولسرعة شفاء الحروق، ولإزالة القروح والدمامل. ولمعالجة القروح المعدة والأمعاء وآلام المثانة. وأيضا مفيدة لشفاء الجرح في المرض السكري. ولمعالجة البواسير. شرحت باختصار فوائد الحلبة. وشكرا.